السلام عليكم. بالنسبة للطلب ديال الرجال على العملية ديال التجميل، هو كتير كتر من اللي يمكننا نتصوره. هذه دابا 15 عام لي انا باش استقريت من المغرب وخدام في هذا الميدان ديال الجراحة التجميلية ديال الوجه، وتنشوف واحد الاقبال اكثر من اكثر من جميع الفئات ديال المجتمع على العمليات والتقنيات ديال التجميل. او بالنسبه للرجال كاين العديد من العمليات اللي مطلوبين، منهم الزراعه ديال الشعر بواحد الطريقه كثيره، بالنسبه لي زوغي دو كولي يعني اذنان بارزتين، تقويم الانف، الجراحه ديال الجفون، الشد ديال الوجه، ليبوسيسيون، شفط ديال الدهون. من غير العمليات كاين واحد الطلب حتى هو متزايد بالنسبه للليزر، ليبيلاسيون، لازاله الشعر بطريقه نهائيه، الاكثريه بالنسبه للظهر في بعض المناطق في الوجه، والحقن، لاسيد هيالورونيك، البوتوكس بالنسبه للتجاعيد اللي يمكن يكون عندنا في الوجه، وتقنيات واحد اخرين. يعني الطلب ولا في تكاثر يعني من عند الرجال ومن غير الرجال وجميع الفئات الاجتماعيه. في الاول كان واحد الفئه من المجتمع، والان من شفنا بان هذا الميدان ولا مطلوب والرغب فيه متزايد اكثر واكثر.